لأنه بأمريكا غير مقبول إنه إنك تدرس بنفس الجامعة. فغيرتها عرف الأكاديمي. طيب لأنه غيرت بدون علم الجامعة يعني؟ كيف؟ غيرت بدون علم الجامعة؟ لا 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 بعلم الجامعة. بعلم الجامعة. طبعاً إيه. بس يعني هذه فكرة لازم يأخذها الطالب أيوة. أو المواطن. بأمريكا يعني غير محبذ إنك تدرس البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بنفس الجامعة. بنفس الجامعة. لأنه عقلية الأساتذة ما تغير. يا سلام. فيبغون يعطونك فرصة إنه تتعرف على العقلية الثانية. على العقلية الثانية وتجربة أخرى. طيب. فلما لما سألوني بالجامعة قلت له قالوا أنت ما قبلت قلت قبلتني مش ستيت بس عرفا العرف الأكاديمي إنك ما غير مقبول إنك لأنه نفس الأساتذة. طيب طيب متى رجعت؟ رجعت 1990. 1990 إيه طولت. طولت 11 سنة. إيه 11 سنة. طيب رجعت. أنا سنتين أدرس بالجامعة هناك. هناك ممتاز.